هنا تونس مستمعي ديوان فام، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا واصلين معاكم حتى للماضي ساعتين برنامج هنا تونس في جزء ثاني والأخير. اليوم يفتح النقاش والحوار حول حصاد 9 سنوات من الثورة. اليوم ذكرى 17 ديسمبر 2010. وقتها في مثل هذا اليوم وقعت حادثة البوعزيزي في ولاية سيدي بوزيد، ومن هناك نذكر السيناريو اللي صار وكل التطورات اللي أدت بنا لحدث 14 جانفي 2011. اليوم 9 سنين على هذه الذكرى، 9 سنين على اندلاع شرارة الثورة من ولاية سيدي بوزيد. ماذا تغير وماذا يمكن أن نغير في المستقبل؟ حصاد الثورة بما له وما عليه. للحديث حول هذا الموضوع سعداء باستضافة الباحث في علم الاجتماع، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، الدكتور فؤاد الغربالي. سي فؤاد مرحبا. أهلا بك وشكرا على الاستضافة سي محمد. أيضا ثاني مرة تستدعاني آخر العام. مرحبا بك. آخر السنة معناها تختم بي أنا. مرحبا بك فؤاد الغربالي. أيضا يواصل حضور معنا زميلنا الصحفي بجريدة الصباح الأستاذ نزار مقني. قبل ما نبدأ في النقاش فؤاد الغربالي، نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوانا فهم، لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تجمو تبعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوانا فهم، كما تجمو تبعونا زاد على السيت ويب ديوانا فهم بوانات اللي تقعوا فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. رغم غياب أي ممثل رسمي على ما يبدو إلى حد الآن عن احتفالية 11 ديسمبر في سيدي بوزيد، ورينا منذ قليل بيان فيه تساؤلات من قبل المجتمع المدني في سيدي بوزيد عن أسباب عدم حضور رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في سيدي بوزيد فؤاد الغربالي، إلا أنه المواطنين والمجتمع المدني والفعاليات النقابية والسياسية، وعلى غرار الطبوب رناه كانت نقل اليوم الصباح لسيدي بوزيد وألقى كلمة في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، الثورة ما زالت ما طفتش، الناس ما زالت تعتز بهذه الذكرى، الناس ما زالت ما نساتش الذكرى هذه، واللي وكأنها أعادت الاعتبار لتونس الأعماق، اللي وكأنها أعادت دواخل تونس إلى حركة التاريخ مجددا، وخلت تونس اليوم ربما تحدث نقلة نوعية مش في تونس فحسب بل في العالم. اليوم البعض يحكي على ربيع عربي وعلى موجة ثانية من الربيع العربي. 9 سنين اليوم من منظور إيجابي على الأقل، خلينا نبدأ بالإيجابيات، كيف نقيم هذه السيرورة التاريخية في هذا الغربال؟ صحيح أبو محمد، الثورة لم تنتهي لأن هي سيرورة معناها في التاريخ، وحد يعني 17 سبتمبر 14 جانفي 17 ديسمبر 14 جانفي هو حدث مفصلي في تاريخ تونس المعاصر، يعني مش أي حدث يعني يرتقي إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي تؤرخ بها الشعوب والأجيال القادمة في تونس. ستبقى ستتذكر هذا التاريخ وستؤرخ به. علاش هو حدث مفصلي من منظور تاريخي وأنت مؤرخ؟ لأنه أولا قطع خلى أنه شعب في العالم العربي في المنطقة العربية اللي كل المناها التمثلات حولها أنه منطقة للاستبداد والاستبداد الشرقي، كسر الرؤية هذه أنه في العالم العربي هنالك إمكانية القطع مع الدكتاتورية مع الاستبداد بأدوات سلمية، وهذا شيء مهم برأيي وشيء إيجابي. أيضا الحدث هذا تكمن أهميته في أنه له ارتدادات على مستوى إقليمي، يعني ارتداد في المنطقة العربية. شفنا شنو صار في مصر، شنو بعده ماذا حدث في كامل المنطقة العربية، وكان حتى عنده حتى ارتدادات على مستوى عالمي. إنه الثورة هذه جت بقيم جديدة وانطلقت من على قاعدة القيم، قاعدة العدالة الاجتماعية، قاعدة الكرامة، قاعدة الحرية، وما كانتش ثورة إيديولوجية لها قادة كما عرفناها في كما عرفت الثورات في السابق. وبالتالي هذه أهميته أين تكمن الحدث هذا بالنسبة لتونس على الأقل، لأنه يعني الربيع العربي في شقه الأول يعني للأسف
يعني صار انحرافي بعدد بلدان كما سوريا كما ليبيا كما حتى زاد مصر، يعني انه بقات تونس التجربة الاستثناء، نجم نحكو على استثناء تونسي على الاقل في الربيع العربي، لان تونس دخلت في منطق الديمقراطيه على الاقل حتى في 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 في, في جانبها الانتخابي والاجرائي، وفتح على وفتح افق، والثوره فتحت افق في تونس، افق فتحت امكانات، امكانات التغيير، امكانات خلق امكانيه امل التغيير نحو الافضل، ونحو انه نغيروا الامور. ولكن بالمقابل زاده باش ناخذ زاده الكوتي، يعني مش منطق مش كوتي سلبي، يعني لاني الدخول الى الديمقراطيه يعني مش الديمقراطيه لها ضريبتها ولها ثمنها ولها تكلفها ولها كلفتها، يعني ليست عملية هينة. انه كشف انه النماذج سواء الاقتصادية او التنموية التي جربت منذ الاستقلال الى الان لها حدود، ايضا انه الاستبداد ايضا له ثمنه البعض، ويجب اعادة التفكير في تغيير النماذج. السؤال هل تغير، ماذا تغير، ما الذي، هل تغير، هل حدث تغيير فعلا؟ انا افكر بمنطق جدلي، بمعنى انه هنالك تغيير، بمعنى في مستوى على الاقل الحريه التعبير. اليوم في تونس اليوم حريه التعبير اصبحت مكسب، وهذا برايي مهم، رغم انه البعض، لكن فما شكون يقول لك حريه التعبير ما توكلش خبز؟ لا، انا حريه التعبير ما توفرش مواطن شغل، حريه التعبير ما تحسنش المقدره الشرائيه للمواطن اللي تهرد، حريه التعبير ما تعملش العداله الاجتماعيه والتنمويه. وسيدي بوزيد اليوم 9 سنين بعد الثوره ما تغيرش فيها شيء الكثير، والناس مضامين. وخير دليل على هذا البيان اللي والموقف اللي أصدروه أعضاء هيئة مهرجان 17 ديسمبر الحرية والكرامة بسيدي بوزيد. هذا المهرجان الدولي عبروا فيه عن استيائهم الشديد من عدم حضور رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم توجيه دعوة رسمية له عن طريق والي سيدي بوزيد منذ ما يزيد عن شهر، وطالبت الهيئة بتوضيح واستفسار رسمي كان هذا خلال ندوة صحفية تعقدت بصفة استثنائية وعاجلة بأحد الفضاءات الخاصة وسط المدينة ظهر اليوم في سيدي بوزيد الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، واستنكروا عدم حضور رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب لمواكبة فعالية المهرجان والإشراف على عيد الثورة التونسية، رغم الاستعدادات الكبيرة وحسن التنظيم من قبل الهيئة. فما انطباع عام اليوم عن جزء من المواطنين والمجتمع المدني والسياسي في سيدي بوزيد انه الثورة هذه يقول لك عملناها احنا، ضحينا بالدم، وضريبة الدم غالية جدا في سيدي بوزيد، في قفصة، في القصرين، وبعد الثورة هذه هربونا بها السياسيين، هربونا بها المسؤولين في الدولة، هربنا بها الاعلام اليوم اللي يتشدق بحرية التعبير، ولكن شنو اعطيتونا من حرية التعبير؟ هربت بها النخب، هربت بها الاحزاب السياسية، وقادت الأحزاب وقادت الدولة التونسية اليوم ولا فيهم ولا أحد أحضر في سيدي بوزيد. كيفاش تقرأ المفارقة هذه فؤاد الغربالي؟ صحيح، هو كيف كنت تحكي أنت من منظور ما أنه الحرية التعبير ما نجمش يكون ما كانوا قال الحرية زادة شرط زادة للتنمية الاقتصادية، زادة ما نجموش اليوم الحرية تعطيني إمكانية أن نشهر بالفساد وذي مكسب، لكنه زادة الثورة خلقت إحباطات 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 كبرى، وإحباطات بعدها الترجمة السياسية بتاعها يعني كانت شفناها في الانتخابات الأخيرة، أنه الحركة الاجتماعية بلو الحراك الثوري ذي اللي بدأ في 17 أو الانتفاضة أو اللي يسميها ما شاء، أنا ما كانتش يعني زادة، هي كان رفعت شعارات ولكن ما تنظمتش سياسيا، وبالتالي شكون كي ريكوبيريش، شكون اللي خذيها؟ خذيتها قوى تقليدية، قوى أخرى كبل قوى سواء النظام القديم أو يعني الإسلام السياسي، وهالقوى ذي السياسية وجزء أيضا بالقوى الليبرالية، سميها قوى الليبرالية البراغمات أو القوى الزافيريست، القوى الليبرالية الانتهازية مش القوى الليبرالية بالمعنى الإيجابي يعني للكلمة. القوى ذي ما كانتش عندها برامج، يعني وصلت للحكم دون برامج، واعادت انتاج نفس السياسات، وبالعكس ذهبت الى اكثر الى اكثر الى اكثر من ذلك. اولا اني اضعف الدوله الاجتماعيه، الدوله تراجعت، قامت باضعاف، وعديد الفئات التي عولت على ان هي باش ان تستفيد من مما حدثت وجدت نفسها متروكه لحسابه. والانكى من ذلك انه
المفارقة أخرى، هذه مفارقات التغير اللي صار، الحدث التاريخي اللي صار، أنه المستفيدين الحقيقيين هم مش هم اللي الناس اللي كانت شاركة الثورة أو اللي هي اللي كانت تحلم بتغيير إيجابي، وإنما قوى أخرى، قوى مالية متنفذة، قوى سياسية أيضا صعدت واستفادت من الوضع القائم وخلقت يعني ثروات، وأصبحت السياسة بعدها كأنه مصعد اجتماعي جديد، وهذا خلق حالة من الغضب لدى الناس وخلق حالة من الإحباط. لكن الإحباط هذا للأسف الشديد زيادة، رغم أنه هو الإحباط هذا يصير في سياق ديمقراطي، لا ننكر أن هنالك منظومة ديمقراطية في تونس، أنه الإحباط والغضب هذا للأسف الشديد زيادة انتخابيا ما جبلناش قوى تاع تغيير إيجابي، جبلنا قوى شعبوية، قوى دينية محافظة ما عندهاش مشروع تغييري، مشروع إيجابي، والقوى هذه هي تلقفت الإحباط وعطات أمال للأسف الشديد، ليزيسبوار، سو ديزيسبوار إليزوار، أعطات أوهام معناها بيع الوهم إلى الناس من قبيل. نأخذ مثال بعض الأطراف السياسية اللي تروج مثلا إلى أنه اليوم سرقة الثروات الطبيعية والبترول وما إلى ذلك، ومعادات فرنسا ومعادات الغرب، هذه كلها نوع من الأمال الوهمية التي يسوقها أولئك السياسيون اللي هم غير مشاريع تاع تغيير إيجابي، بالعكس عنده مشاريع أحيانا أعتبرها. لكن فوز قيس سعيد ما فيهش دلالة إيجابية، الرجل كان من القلائل اللي يبقى يحكي على شهداء وجرحى الثورة، شعار الشعب يريد، الشعار اللي كان الحاضنة الحقيقية للثورة واللي انطلق من الشارع، الناس المحتجين كانوا يرفعوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام، تبنى الشعار هذه ما فيش رمزية إيجابية فوز قيس سعيد في حد ذاته. بغض النظر على قيس سعيد أو اللحظة، يعني الانتخابات الأخيرة بينت أنه جزء من الـ من الـ من الـ من المجتمع وجزء من الشعب التونسي غاضب جدا وفي قطيعة مع أنه خب السياسية التقليدية، لكن الخيارات متاعه ونحترموها نحن في النهاية الخيارات، لأن الديمقراطية ديك الديمقراطية هي لعبة سياسية تنجم تفرز لك، ولكنه الإفراز الانتخابي الأخير دون مشروع. ما هو مشروع قيس سعيد؟ ما هو المشروع الذي يحمله بالنسبة، يعني هل هنه مشروع يعني ينجم يقدم بتونس إلى الأمام؟ مشروع قيس سعيد لا يرتقي لانتظارات الشعب التونسي وأمال الثوريين وأهداف الثورة التونسية. أن الخمس سنوات القادمة ستكون خمس سنوات أحباط كبرى، وهذا وربما أكون متشائم، أتبدأ أن أكون مخطئا، يعني ستخلق إحباطات، لأنه كما قلت المشاريع التي قدمت والتصورات التي قدمت هي أعطت آمال وهمية للناس وليست حقيقية. اليوم شوفوا تونس، وانتم منذ حين كنتم تناقشون الواقع الوضع الاستراتيجي وتحولات اليوم الجيوستراتيجية اللي سايرة في المنطقة، أين تونس من ذلك؟ تونس تقريبا غير موجودة وغير 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 يعني، وكأني غير معنية في أني هنا في قلب المعركة وفي قلب المعمعة اليوم، وهذا يعني يثير الاستغراب، لأنه اليوم ثم رهانات اقتصادية زاد كبرى في علاقتك أنت بالخارج، اليوم التسويات وعلاقة بالاتحاد الأوروبي، علاقة بالصراع اللي صاير في ليبيا، اللي صاير في الجزائر، كأننا نحن ما نعرفوش. وبالتالي الديمقراطية هي شيء إيجابي جد به الثورة، ولكن بالمقابل الديمقراطية لازم يجب ألا تفرغ من محتواها. شنو محتواها؟ يكون عندها مساعة مضمون قيمي، مساعة القيم تآكلت، القيم السياسية الكبرى تآكلت، والمضمون الاجتماعي، وأصبحنا معناها مشينا ودخلنا في ديمقراطية إجرائية وانتخابية، هذا جيد، لكنه لازم الديمقراطية تحدث زيادة تغيير إيجابي داخل المجتمع وتعطي الأمل للناس، لأنه ما السياسة شنو الدورة السياسة؟ السياسة هو أن تعطي الأمل للناس وأن هنالك إمكانيات تغيير إيجابي، أن هنالك ممكن أن نغير بشكل واضح. إيجابي. نزار مقني صحفي بجريدة الصباح، 9 سنين بعد اندلاع شارة الثورة من سيدي بوزيد، الرؤساء الثلاثة يتغيبون ولا واحد فيهم حضر في سيدي بوزيد، أي دلالات لهذا؟ كيفاش تقرأ؟ أنا نقول هذا نتاج النظام السياسي متواجد فيه الدولة منذ سنة 2011، منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى اليوم. نظام السياسي البرلماني المعدل هو اللي خلى في هناك عدم استقرار في إطار يعني الممارسة السياسية، وأضعف
شيئا ما أضعف الدولة وخلى الدولة يعني تضطرب حتى في من ناحية المشاريع ومن ناحية هناك مشاريع تنموية موجودة في الميزانيات اللي تعديت من 2012 حتى 2019 موجودة مرصودة، لكن هذه الميزانيات كل عام قاعدة تتأجل العاملين بعده. يتم تخصيص ميزانية تنموية وميزانية تنموية للمناطق الداخلية يعني حسب التمييز الإيجابي الموجود في الدستور، لكن بعد تمشي بعد المشاكل تصير وكذا في إطار الحكومة وإطار المؤسسات الدولة الفلوس هذه الكل تمشي لإسناد يعني خاصة الشهري وكذا المرتبات متاع النطاق العمومي يعني هذه الكل خلينا نفهم باس لازم نفكروا هذه مثلا محمد من النواقص الكبيرة ولا السلبيات الكبيرة اللي عاشت تونس منذ 2011 إلى اليوم، إنه يعني النظام السياسي النظام الانتخابي والنظام الاقتراعي ما يعطيكش يعني تكتلات كبيرة تكتلات سياسية كبيرة في إطار المجلس النواب. هذه خلى فما كما قلوا احنا اضطراب، فما عدم استقرار حكومي سياسي اللي منه نجم نتوجه نحو انه نحقق التنمية، لانه فما صراع برامج بين هذوم وهذوم يعني بين فريق اول وفريق ثاني، لكن الصراع البرامج هذايا قاعد مش يحقق في ديناميكية اجتماعية على مستوى اجتماعي مع نقصد هنا في التنمية خاصة محمد لا قاعد يأثر على مؤسسة الدولة ويضعفها. فهمتني ولا كل واحد يحب يركز أموره وجماعته في مفاصل الدولة أكثر منه هو يذهب بش يركز الجهود متاعه نحو تحقيق مشاريع اجتماعية خاصة في المناطق الداخلية الأقل تطور وأقل يعني حظ في التنمية الموجودة. هذا كل فؤاد خلينا تو نوصلوا انه الرئاسات الثلاث ما يكونوش موجودين، حتى لو كان رئاسات ثلاث وقتيه بون الرئيس المنتخب بي يعني بشعبيه كبيره وكبيره جدا موش حاضر بالرغم انه استعمل الشعار اللي يعني ترفع في سيدي بوزيد نهار 17 ديسمبر والشعب يريد الشعب يريد وينك الشعب يريد هاكا المحليات اذهب الى المحليات وتوجه لانه سي نزار سي قيس سعيد الرئيس الجمهوريه شعبويه يعني ومارس الشعبويه رئيس الجمهوريه قيس سعيد الذي انتخب ب 2700 يعني ناخب 72% من الاصوات 72% من الاصوات هو وليد الازمه وليد الأزمة ولد في قلب الأزمة هو جاي نتيجة الأزمة نتيجة أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية أزمة أزمة سياسية وهو يعني تموقع ضمن مقولات أخلاقية أن النظافة وما إلى ذلك وهذه البوبيليزم مورال هذه الشعبوية الأخلاقية لكن بالمقابل عليه الشعبوية فؤاد غربالي ناس كل تشكل اليوم يقول لك السياسه ما بلا اخلاق ما تنجمش تكون سياسه ما يعني غير اخلاق سياسه اخلاق او لا تكون سياسه هي خدمه الشان العام خدمه المصلحه الوطنيه مش انا نطلع كما قلت انت اشرت منذ قليل السياسه اليوم ولات مصعد اجتماعي شوف قداش عندنا من عاطل عن العمل اصبح برلماني يعني بمنصبه في البرلمان دبر خدمه تيتو هو مش ناجح في حياته وما دبرش خدمه وما وصلش يعمل وصل نجاح مهني وبالسياسة وبالانطواء في قائمة حزبية معينة يلقى روحه نائب في البرلمان هو ما خدمش نهار في حياته تي مش مفارقة عجيبة أيضا هذه يقول مثلا نحكي على الأخلاق مش من هذا يعني إنه اليوم الصراع في لا أنا علاش دخلت زاد باش ما نقصوش من قيمة الأخلاق السياسية لا باش نحكي على الأخلاق السياسية لأنه البعض يعتبر ما قام به قيس سعيد هو ثورة اليوم في الحياة السياسية إنه القيم انتصرت على الانتهازية السياسية المبادئ انتصرت على الانتهازية السياسية الصراع الاجتماعي يجب أن يدار على قاعدة سياسية على قاعدة سياسية وليس فقط على قاعدة أخلاقية لأن القاعدة الأخلاقية معاك على اخلاق القيم السياسيه على يعني ثبت القيم قيم سياسيه قيم سياسيه كبرى نتفق عليها جميعا أخلاق للاسف السياسة. الشديد احنا في تونس ما اتفقناش اليوم ما عندناش نموذج موديل متفقين عليه وثم اجماع حوله ونتصارع داخله هذه المشكله الصراع لازم يكون له قاعده سياسيه شنو رؤيتي السياسيه وشنو والمقابل شكون الخصم بتاعي ما هو البرنامج الذي اريد ان ان ان, أن اقدمه اليوم المشكله في تونس استاذ مقني انه يعني الناس ماهيش القوى السياسيه الموجوده في البلاد ماهيش تتسارع على برامج اليوم تشوفوا تشكيل الحكومه كانه اليوم لو بوفوار اي فراغمونتي شويه عند اتحاد عام الشغل شويه عند التيار الديمقراطي وشويه عند لوتيكا وشويه كذا وسي الحبيب الجملي كل شيء دوركيستر يحب يلمد هذه ويعمل معناها هذه لا ديموكراسيه كونسنسيال يعني نوع من التوافقيه
وذي لا ما يصير شكل حسب رأي حسب رأيه ما يصير شكل لا أنت اللي ربحت في الحكم وصلت الحكم شكل الحكومة بتاعك وأحكم وقدم برنامجك وخلي الناس الأخرين يعرضوك ببرامجهم زيادة. إذا ما يقول لك فما مشكلة متاع نظام هذا اليوم اللي كونسول فما مشكلة ربما فما إكراه لكن هذه هذه الكونسنسيال هذه الكونسنسيال معناها الناس الكل يحبوا اليوم ندخلوهم في الحكم في الحكم الناس كانوا اليوم ما تجيش اليوم لازم انه اليوم ثم عندنا برامج وعندنا تصور باهي وتصور اليوم الفريق الحاكم زين ما نعرفوش ما ثمش تصور اعطيني تصور انا باش نجم انا ندخل معاك وانا زيد كطرف مقابل ليك نجم نطور برامج باش ننتصر وزيد انا نقدم رايي اليوم ما ثمش اليوم كانه اليوم نحبوا ايجا احكم معايا فما بيع 20 نعطيكم اخر حاجه ما سمحني فؤاد اخر حاجه البارح صارت هذه انه عرضوا على التيار الديمقراطي يعني كرفض التيار الديمقراطي الدخول الى الحكومه فعرضوا عليه وزاره العدل ثم وزاره الاصلاح الاداري ثم قالوا سوف ناخذ الشرطه العدليه ونضيفها الى وزاره العدل تصبح تسمى الشرطه القضائيه بالضبط لكي باش نوع من البيع والشراء من البريكولاج البريكولاج مش بس على برامج على رؤيه على تصور اليوم شنو موقفك على تفتيت المؤسسه الدوليه بالمديونيه مثلا كيف تتعامل مثلا في تسديد الدين اليوم تونس 71% ديون وثم ممولين خارجيين ماهوش باش يبقاو يستناو فيها يعني هما الممولين الخارجيين وعندنا ارتباطات معناها مع ممولين دوليين هذوما قاعدين ينتظروا في تونس شنو سياستها شنو تصورها شنو رؤيتها شنو رؤيتك للمجتمع شنو رؤيتك للتعليم شنو رؤيتك للتربيه معناها اليوم للاقتصاد اليوم ثم برشا مشاكل معناها اليوم كانوا نحن اليوم نحبوا نلمدوا العباد اجي معايا ما غير رؤيه ما غير تصور وهذا شنو مش يؤدي سي محمد مش يؤدي الى اعاده نفس انتاج بالضبط. نفس انتاج مشاكل. المشاكل ونعاودوا نرجعوا لك الصراعات القديمه هو قلب تونس صاروا في بعضهم وهذاك استقال والاخر استقال نفس وهذا شنو مش يخلق مزيد من الاحباط والاحباط هذه للاسف الشديد اذا كان باش يتواصل باش يخلق برشا مشاكل باش يخلق يعني الثبات باش يكون باهظ وباهظ على الاجيال القادمه اليوم للاسف الشديد زاد هاو نرجع لك هذا اليوم الماليز تاع الديمقراطيه في تونس ما انتجتش زاد نخبل كيه نخبل اليوم كانوا شوفوا في شوفوا لي ميديوكر اليوم لا لا ميديوكريتي لا 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 ميديوكر هم اللي ميديوكراسي بارتو اليوم لا ميديوكراسي هذه معناها الرينيا بارتو في كل مكان في السياسه كاو في السياسه في الاعلام اليوم نشوفوا الاعلام مثلا اليوم هالتغيرات هذه بتاع الثوره صحيح فتحت الفضاء العمومي ولا فضاء عمومي حر وفيه نقاش لكنه زاد النقاش يعني الاعلام مثلا اليوم الاعلام مش قاعد مش عممش بالطبيعه جزء من الاعلام قاعد يلعب في دور بعدها ماهوش ايجابي في 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 عمليه التغيير بالعكس يلعب في دور بتاع تدفيه الوعي يعني دور غير ديمقراطي في حين انه الاعلام هو في الاصل يكون فضاء عمومي للنقاش ونقاش القضايا الكبرى ما هو الجمهور عايز كده لا بس الجمهور عايز كده لانه الاعلام قبل في عهد الدكتاتوريه كان تحت النظام كان تحت سلطه النظام ديكتاتوري وكان الاعلام الواحد واعلام الحزب الواحد واعلام الراي الواحد اليوم اصبح اعلام المافيات الماليه اللي هي متنفذه واللي هي من مصلحتها باش تحافظ على الوضع اللي هي مستفيده من هذا الوضع وعلى حساب شكون على حساب جزء كبير من الشباب العاطل العمل اليوم عندنا اكثر من 15% ناس عاطلين على العمل ولا مساواه هذه لي زيليغاليتي ما بين سواء ما بين المناطق ولا حتى بين الفئات الاجتماعيه بمثل هذا الخطاب ما تخافش وانك قد تكون سقطت في مطب تجريم وشيطان الثوره لانه البعض اليوم يقول لك كان ما صارتش الثوره راهو بعد 9 سنين سيدي بوزيد كانت نجم تكون خير وراو سيدي بوزيد ما دفعتش ضريبة الدم وراو القصرين نفس الشيء وراي قفصة نفس الشيء لأنه اليوم فمشكون يحب يبرر الاستبداد اللي كنا نعيشه فيه بالخيبات اللي عشناهم في 9 سنين هذيك الناس برر الاستبداد بالخيبات هذي لا معروفين هم اللي زاد بيدهم الناس يحبوا يستفيدين من الوضع الاستبداد وبالتالي لا يمكن نحن كي نحكيوا الخطاب النقدي كي ننقدوا احنا ونفككوا ونفهموا علاش وكيفاش والتغيرات اللي صارت نحن لا نبرر الاستبداد بالعكس نحن مع انه تتواصل تدعم المكسب بتاع الحريه ومكسب انه اصبحنا مجتمع مفتوح
ولكن اليوم زاد بالمقابل ما نجموش نقضوا هكايا دون رؤيه ودون خارطه طريق واضحه. نعرف اللي راهو 9 سنين في الزمن في زمن التاريخ هي قصيره ولكن زاد في الشعوب اللي تعرف قيمه الوقت دحين نهار بحسبه ساعه بحسبه اكزاكتو. نزار مقني محمد خلينا نحكيوا على المستقبل. وقتش تتغير سيدي بوزيد؟ مش من حق الناس هذوما اليوم وأنهم يشوفوا أنفسهم في وضع مخير؟ وقتش تتغير صفاقس؟ وقتش تتغير قفصة؟ وقتش تتغير القصرين؟ الجهات اللي انطلقت منها الثورة أيضا دون الاستنقاص من قيمة حدث 12 جانفي في صفاقس اللي كان مفصلي في مسار الثورة التونسية. ما العمل اليوم حتى الخيبات هذية تعوضها نجاحات وتعوضها أيضا فترة متاع رخاء اقتصادي واجتماعي؟ لأنه من حق التونسي اليوم باش يفرح ومن حق سيدي بوزيد باش تلقى روحها في وضع خير من اللي هي عليه اليوم. محمد أنا باش نعطي مفهوم معين ديجا كنا حكيت فيه أنا وياك بالقدير هو مفهوم الاستراتيجية ومفهوم السياسة. الاستراتيجية في مفهوم هي أكبر من السياسة، لكن في تونس العكس صاير. علاش؟ لأنه فما تدفيه وتسطيح لهذا المفهوم. لو كان هناك فما استراتيجية والاستراتيجية التي تم تفكير فيها من قبل مراكز التفكير اللي كان نحكيه فيها قبيلة والدولة احتضنتها، مؤسسات الدولة احتضنت هذه الاستراتيجية وفق أهداف وفق ما هو موجود من يعني من ديفون معناتها باش نمشيو نحققوا الأهداف هذه وكل شيء. رانا ما وصلناش للزامباس هذوما. لو مش كل واحد يجي باش يحكم بعد 5 سنين يلقى روحه باش يعاود كل شيء، باش يعاود مؤسسه الدوله، باش يعاود يعني باش يعاود الخارطه نتاعو، باش يلقى روحه يعني لازم يعمل وزاره جدد ولا يعني يبدل وزاره جدد، ما يلقاش روحه انه عنده ديفيكولتي باش يشكل حكومه. لا، راهو حال الوضع اختلف، لانه لو كانت فما استراتيجيه راهو السياسي شنو يعمل هنا؟ السياسي اللي باش يطلع جديد يولي عنده التكتيك. شنو معنى؟ انه باش نحقق الهدف هذا الموجود ضمن الاستراتيجيه اللي احنا متفقين فيها العباد الكل، راني باش نعتمد التكتيك هذا، مش باش نعتمد التكتيك هذا لا اكثر لا اقل، لكن نوصلوا في نفس الاستراتيجيه اللي هي على شنو باش تحافظ؟ على انه باش نكون فما مشاريع تنمويه موجودين في قلب البلاد، ما عادش لي فون هذوما اللي موجودين ماشيين للمشروع هذا، لا يمشيوا لمشروع اخر، نوقفوا المشروع، قداش من مشروع واقف توا في الجمهوريه؟ برشا مشاريع. علاش؟ لانه لي فون اللي كانوا مسنودين لهذا يجي واحد اخر يحكم يبدل، يجي وزير مثلا تجهيز جديد يقول لك لا وقف المشروع هذا وابدا المشروع الاخر، لانه عنده مصلحه مع فلان اللي باش ينفذ المشروع الاخر. ما هو كان لو كان فما استراتيجيه تحكم الدوله، رانا ما وصلناش للامباس هذا يا محمد. متفائل بالمستقبل نزار؟ السوفي بدلنا النظام السياسي الموجود. فهد غربالي، اما ان الاوان للمرور من اقتسام الثروه الى خلق الثروه، لانه مشكلنا اليوم كيف نخلق الثروه؟ بالضبط، وهذا هو الرهان الاساسي، انه اليوم كيف نتحول لاقتصاد منتج اليوم، لانه اليوم كانه اليوم النخبه الموجوده تدير في البؤس. ونشوفوا نموذج هذايا صناديق، هذا صندوق الزكاه، معناها اليوم كانه ترويج لثقافه التسول وثقافه الشفقه وثقافه، لا اليوم لازم نكونوا في ثقافه الانتاج في ثقافه العمل، وكيفاش انه اليوم نعملوا سياسه تصنيعيه زياده عاود نفكروا كيفاش ان نحن صندوق استثمار. يعني تونس راهي في السبعينات وفي الستينات عملت محاولات بتاع اقتصاد منتج، صحيح فشلت الامور لكن نجم نعاودوا. مش اليوم تقول لي انا معناها انت اليوم تحب تسيطر على المجتمع بصندوق الزكاه اللي هو منظومه معناها تقليديه ومنظومه اخرى تتناقض مع الدستور نفسه ومع مبادئ الدوله الحديثه. شكرا فؤاد الغربالي استاذ علم الاجتماع بالجامعه التونسيه على حضورك معنا، على كل هذه الافادات. ايضا كل الشكر للاستاذ نزار بقني زميلنا الصحفي بجريدة الصباح. طبعا في الختام، تونس بعد الثورة خير رغم كل الخيبات ورغم كل التعثرات، كل عام والشعب التونسي بألف خير وبفضل هذه الثورة، رغم كل ما يقال من انتقادات يبقى الديمقراطية والحرية هما طريقنا إن شاء الله للنماء الاقتصادي والاجتماعي. في الختام محمد اليوسفي وكامل فريق البرنامج يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس غدوة خير.